الحقيقة أنه مصر حققت نتائج مذهلة وقوية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه اللي اتلعبت خلال اليومين اللي فاتوا في الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي. لعيبة منتخبنا الوطني حققوا 16 ميدالية متنوعة ما بين ذهب وفضة وبرونز. أداء قوي وحماسي كان ظاهر الحقيقة على لعيبة منتخبنا رجال وسيدات، وقدروا أن هم يحصلوا على أغلب الميداليات. خلينا يعني نتكلم معاهم أكتر ونقدمهم كمان لحضراتكم، نقدم أبرز اللاعبين واللاعبات اللي قدموا أداء استثنائي أثناء البطولة. بنرحب بأسماء مجدي لاعبة منتخب مصر للكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الكاتا سيدات بالدوري العالمي للكاراتيه. كمان معانا عبد الله هشام الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه رجال. صباح الخير عليكم، نورينا في صباح الخير يا مصر، والف مبروك. مبروك في حضرتك، شكرا جدا. منورين، الف الف مبروك يا ابطال. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. يعني جرى العرف ان احنا نبدا بالنسات ليديز فيرست، فاسماء خلينا نعرف منك كده ونعرف الساده المشاهدين الاول، ايه هي الكاتا؟ الكاتا مجموعه من الحركات دفاعيه وهجوميه، بيبقى الغرض منها الدفاع عن النفس، بس بتبقى يعني بلعب كاني لوحدي، بس لو قدامي شخص هسبب له اصابات. الكاتا بتتميز بالقوه والسرعه والتكنيك الصح في الضربات. اعتقد التركيز، محتاجه تركيز كمان عالي قوي. محتاجه تركيز عالي قوي وتركيز في كل حركه، التكنيك بتاعها هيبقى ازاي بالظبط عشان اقدر اوصل اكتر نقطه ضعف في الانسان، ان انا اسبب له اصابات لو هو بيهاجمني. عظيم. طيب كابتن عبد الله، عايزين نعرف ايه هو الدوري العالمي للكاراتيه؟ هل هي بطوله عالم يعني؟ هي بطولة الدوري العالمي في قوتها هي قريبة لبطولة العالم بشكل كبير، بس هي مختلفة شوية، لأن هي بتتنظم في كذا مدينة على مستوى العالم. في بطولة البريمير ليج وفي بطولة السيريس اي، دي ليها نقط ودي ليها نقط، دي ليها شروط معينة للمشاركين ودي ليها شروط معينة. يمكن كمان هيكون أقوى شوية من بطولة العالم، لأن أنت في بطولة العالم كل دولة بتشارك بلاعب واحد في كل ميزان، عكس الدوري العالمي كل دولة ليها الحق إن هي تشارك بعدد اكتر من لاعب، اكتر من لاعب يعني. فبالتالي مثلا لو دوله فيها لاعبين او ثلاثه كويسين فالثلاثه بيشاركوا، عكس بطوله العالم بيبقى لاعب واحد بس. فهي في القوه يعني تكاد تكون قريبه من بطوله العالم من وجهه نظري يعني. طيب اسماء، هرجع لك مره ثانيه وكلمينا يعني الدوري العالمي للكاراتيه، كلمينا عن الدول اللي كانت مشاركه، مين اقوى الدول اللي كانت مشاركه فيه؟ احنا تقريبا معظم الدول بتبقى قويه جدا، بس اكتر الدول قوة بيبقى اليابان وأسبانيا وإيطاليا يعني تقريبا معظم، وفرنسا بيبقى في دول قوية قوي بيبقى صعب إن احنا نعديها. بس بقالنا مؤخرا مثلا بتاع 7-8 سنين كده بقينا مكتسحين العالم، يعني ساعات في بطولات العالم بنطلع ترتيب عام أول على الدول كلها. بتاخد وقت كتير للتحضير يا أسماء؟ ناخد يعني تقريبا احنا بناخد سنة كاملة. ناخد سنة كاملة يعني بيبقى في محطات في النص اللي هي بنلعب فيها بطولات، بس عشان بطولة العالم بنقعد سنة كاملة قبليها نحضر للبطولة. وتقريبا اللي بيلعب كاراتيه مش بياخد ريست، يعني احنا لو بناخد ريست مثلا ممكن اسبوعين او شهر في السنة كلها، بس ما يعني ما عندناش اوبشن ان احنا ناخد اكتر من كده. طبعا ده مجهود كبير جدا. طب عبد الله بقى، يعني مشوار الميدالية الذهبية ما كانش اكيد مشوار سهل، واكيد التحضير دي يمكن اسماء كانت لسه بتتكلم، انتوا تقريبا يعني على طول بشكل مستمر بيكون في تدريب وبيبقى صعب جدا ان انتوا تاخدوا اجازه. كلمنا عن فتره استعدادك. تمام. هي بالنسبه لنا يعني هي الموضوع بشكل خاص شويه، معلش. هو البطوله دي تقريبا اول بطوله دوليه ليا بعد غياب حوالي سنتين ونص لظروف كتير، منها ظروف اصابه ومنها ظروف تغيير ميزان. فهي كانت من البطولات المهمه بالنسبه لي جدا. ان انا انت بتلعب وزن قد ايه دلوقتي؟ انا بلعب تحت 75 كيلو. انا كنت بلعب تحت 67 من حوالي 3 سنين، بس طبعا بعد ظروف كورونا وبعد حاجات كتير يعني فاضطريت ان انا اغير الميزان، ما بقتش قادر اخسس ل 67 كيلو فبقيت بلعب تحت 75 كيلو. فطبعا خدت وقت على ما قدرت اصلا اخش المنتخب مره تانية في الميزان الجديد، وخدت وقت اكتر بسبب اصابه قعدت في البيت حوالي 6 شهور. فكل دي كانت عوامل مؤثره جامد يعني عليا. فالحمد لله دي كانت بالنسبه لي اول بطوله. طبعا كان حظي كويس ان هي اول بطوله في مصر، فده حافز اكبر وتشجيع اكبر ليا. فكانت من الحاجات اللي انا مركز عليها جدا رغم الظروف، يعني هي جت في توقيت صعب شويه، كان عندي امتحانات وكان عندنا كذا بطوله في مصر هنا، دوري ممتاز وكاس مصر، فالجدول كان مليان شويه. فالحمد لله ان احنا قدرنا نظبط الدنيا وقدرت على قد ما اقدر استعد ليها يعني بشكل كويس. طبعا في المنتخب وفي النادي قدرت الحمد لله ان انا
اهندل الدنيا يعني على قد ما اقدر، والحمد لله ربنا كرم باحسن نتيجه ممكنه يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب اسماء، يعني اصعب منافسه او اصعب منافس انت كنت شايفاه ازاي؟ استعديتي ازاي؟ يعني حتى استعديتي ذهنيا وبدنيا ازاي؟ هو البطوله بيبقى فيها ادوار تمهيديه قبل دور الفاينل. الادوار التمهيديه دي كانت كلها اصعب من الفاينل، لان انا عشان اوصل للفاينل ده يعني انا ما دام انا وصلت للفاينل يبقى انا بلعب على ميداليه، قبل كده انا مش بلعب على ميداليه. فبالنسبه لي الادوار اللي قبليها كلها، وكمان انا بلعب مع الدول كلها، يعني احنا بنلعب واعلى حد بياخد درجه هو اللي بيدخل للدور الثاني. فهي كانت المنافسه صعبه قوي في اول كام دور، خصوصا ان قويه قوي، احنا كنا اكتر من 89 بنت في البطوله. فان انا اعدي كل راوند والثانيه دي كانت حاجه صعبه قوي. طيب هل عندنا اسماء من البنات في الكاتا؟ يعني احنا عندنا في الكوميتي عندنا فريال اشرف وجيانا فاروق اللي شاركوا في اولمبياد طوكيو، عندنا بقى في الكاتا هل عندنا بنات متميزين؟ عندنا البطله ساره عاصم، ودي كانت اول لاعبه حاصله على بطوله عالم انسات، جابت تاني عالم. مدربه دلوقتي اعتقد. مدربه. فعندنا اسامي في البنات كاتا كويسين كتير موجودين. طيب عبد الله، واحنا بنتكلم عن لعبه الكاراتيه، برياضه الكاراتيه بشكل عام، احنا يمكن الالعاب الفرديه عندنا كان خلينا نقول ان الاهتمام بيها ما كانش كبير قوي زي الالعاب الجماعيه بشكل كبير. عايز اعرف منك دلوقتي انت شايف ازاي الاهتمام برياضه الكاراتيه، ولو هنتكلم على الكاتا كمان تحديدا، هل شايف انه فعلا في منحة تصاعدي من الاهتمام بيها؟ تمام. هو انا مقدر طبعا، هو طبعا ظروف يعني مش بايد ناس كتير، يعني هي اهتمام مثلا الناس بيبقى اكتر بالالعاب الجماعيه، الالعاب اللي هي الشعبيه طبعا، ده طبيعي، وده طبيعي حتى بالنسبه لنا احنا الرياضيين اللي بتلعب العاب فرديه غصب عننا بنهتم برضه بالالعاب الشعبيه بنسبه كبيره يعني. بس انا شايف ان على قد ما يعني الاتحاد بيبذل مجهود على قد ما يقدر، انا شايف الصراحه ان هو بيهتم مؤخرا، بيهتم ان هو يسفر اللعيبه في كل السفريات، مهتم ان هو يعمل معسكرات على طول السنه وفي اماكن كتير يعني عشان يعوض اللعيبه عن اي نقص في التمرين او حاجه. فانا شايف الصراحه لا، ان في اهتمام في حدود الامكانيات الموجوده يعني، فده طبعا حاجه كويسه يعني يشكر عليها الاتحاد، وتشكر عليها طبعا الوزاره اللي هي بتدعم الاتحاد بشكل كبير. ونتمنى على قد ما يعني على قد الامكانيات المتاحه ان الموضوع يزيد يعني. وانا من وجهه نظري انا شايف الحمد لله ان يعني النتائج اللي الالعاب هو لازم يزيد، ده انتم محققين ميداليات ذهبيه يعني، انا الموضوع فعلا الدعم لازم يزيد. لكن انا عايز اسالك عن حاجه ثانيه، ليكم انتوا الاثنين الكوميتي اصعب ولا الكاتا؟ الكاتا. الكاتا. كل واحد يقول السبب. هي كلها هي كل حاجه فيهم ليها صعوبتها، وكل حاجه فيها يعني. انا وجهه نظري مثلا، انا شايف ان كاتا، انا بشوف مثلا زمايلي في كاتا بيتمرنوا التمرين بتاعهم اصعب صراحه، ومجال الخطا عندهم اقل مننا شويه يعني، هم الغلطه خلاص مفيش، عكس مثلا في الكوميتي انت ممكن لو غلطت ممكن يعني خسرت نقطه، ممكن تركز وتعوض النقطه وتجيب الماتش، عكس الكاتا لو غلطه خلاص. لكن هتسالني طبعا انا استمتاع وكمان وانت بتتفرج كده، عارف لما فايت بين اتنين وتكتيك وبتاع. عشان اوضح بس للمشاهدين، الكوميتي بيبقى فيه منافسين اتنين، الكاتا لوحدك. طيب اسماء ما شاء الله انت محققه انجازات كبيره جدا، ونتائج كمان كبيره جدا ما شاء الله، نفسك تعملي ايه الفتره الجايه؟ نفسي اكمل على اللي انا وصلت له، وان انا ان شاء الله اكمل في البطولات السيريس ايه اللي جايه، ان انا برضو اجيب اول، وان شاء الله عندنا بطوله عالم السنه الجايه نفسي ربنا يكرمني فيها ان شاء الله واحقق فيها ميداليه، وابقى تاني لاعبه بعد ساره عاصم. طيب وهي بتتكلم صوتها حتى ما تحسش ان في اي عنف في الموضوع. طب هي ما قالتش الكاتا صعبه ليه؟ مين؟ انت ما قلتيش. ما قلتش الكاتا صعبه ليه؟ عشان هو زي ما عبد الله قال، يعني الغلطه فيها بخساره، يعني انا بلعب حركات لو انا رجلي اتحركت من مكانها ربع سنتي انا خسرت الماتش كله، يعني انا مش اوبشن ان انا اغلط حركه، يعني اعمل حاجه غلط بره الحركه اللي بعملها او المسار بتاع الحركه، لو الباور عالي لا، السرعه قليله لا، كل حاجه لازم انا ما بلعبش كاراتيه ومش فاهم، بس واضح ان هي الكاتا اصعب. انا قلت لك كده، انا قلت لك هو قال انه المتعه فيها كمان في الكوميتي اكتر بالنسبه له من الكاتا، لكن قال الصعوبه كمان في الكاتا. الصراحه المتعه في الكوميتي اكتر، بس الكاتا لا. طب احنا عايزين نشوف الميداليات اللي معاك.
دي الميداليات بتاعت البطولة دي الأخيرة. الميداليات بتاعت البطولة اللي فاتت. دي الذهبية. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تشرف والله حقيقي، حاجة تشرف. طبعا ده كله تصميم مصريين والديزاين مصريين وكل حاجة. كل بطولة البلد هي اللي بتعمل الميدالية حسب البلد نفسها والسياحة اللي في البلد والحاجة، فبتحاول تطلع أكتر شكل حلو للبلد في ميدالية. انت في معاكي ميداليه ثانيه؟ معايا انا جايبه اول فردي واول جماعي. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا شاركتوا قبل كده في بطولات وخدتوا ميداليات قبل كده ولا دي اول مره على مستوى العالم؟ انا جايبه ثالث عالم السنه اللي فاتت جماعي، وكنت جايبه ثالث عالم 2015 ناشئين، وجايبه اول عالم شباب 2017. البنات يا جماعه والله انا اسفه يا عبد الله بس البنات. ماشي. طب عبد الله انت عندك كام سنه؟ انا 22. طيب يعني انت 22 سنه اكيد عندك احلام تانية كمان غير الكاراتيه، عايز تعمل ايه؟ هو طبعا هحاول على قد ما اقدر ان انا يعني زي الحمد لله لحد ما نجحت في مجال الكاراتيه، ان انا لو اي دخلت مجال تاني ان انا احاول انجح فيه. بس انا الصراحه تركيزي اكبر بنسبه كبيره في الكاراتيه، بس ده ما يمنعش ان انا يعني انا حاطط مثلا مجال دراستي ان هو حاجه تكون معايا سبير اي حاجه حصلت في الكاراتيه لا قدر الله. ايه مجال دراستك؟ انا بزنس ادمنستريشن. فده مجال الدراسه بتاعي، فانا حاطط مثلا ان هو انا الحمد لله اتخرجت السنه دي، عندي بس مناقشه مشروع اخر حاجه ان شاء الله، وهبقى كده خلاص اتخرجت وان شاء الله يعني ده يبقى حاجه معايا اللي هو في اي وقت مثلا اشتغل في المجال ده وتبقى جنب الكاراتيه يعني، بس تركيزي اكتر الصراحه يكون في الكاراتيه. عظيم. يومكم في التدريب بيبقى ماشي ازاي؟ يعني النهارده انت هتتدرب، اليوم بيبقى عامل ازاي؟ على حسب مثلا الفتره، احنا مثلا لو عندنا بطوله قريبه فطبعا بيبقى في حاجه سواء مثلا في المعسكر سواء لوحدي في النادي بيبقى في شبه معسكر مغلق. يعني انا مثلا البطوله اللي فاتت دي كان تمرين صبح وليل، مثلا بصحى الصبح اتمرن بدري واخلص التمرين ارجع مثلا افطر، لو عندي امتحانات بقعد اذاكر لحد بالليل وانزل برضو تمرين بالليل وهكذا. يعني هي السايكل بتاعت اي رياضي بيدرس يعني. طبعا الموضوع صعب مش سهل. طبعا الحمد لله. طيب اسماء انت بالنسبه لك يومك بيبقى ماشي ازاي؟ وقول لنا كمان انت مجال دراستك ايه؟ بتعملي ايه؟ يعني كلمينا اكتر بقى عنك وعن يومك كمان، يعني احكي لنا بقى تفاصيل كده. انا اثار انجلش. انا الكليه عندي صعبه شويه لان احنا عندنا لازم يبقى حفظ كتير وقاعدين ننزل اهرامات ننزل معابد كده، فبيبقى ان انا اظبط ده مع التمرين بيبقى صعب قوي بالنسبه لي، فانا بحاول اخلي تمريني في اوقات يعني اقدر انزل فيها المتاحف الاهرامات المعابد كده. انا لو عندنا بطوله زي ما هو كان بيقول انا كنت بضطر اقطع دراسه خالص واروح تمارين، لان انا في ايام البطولات تقريبا بنتمرن ثلاث تمارين في اليوم. ثلاث تمارين في اليوم؟ وساعات بيوصلوا لاربعه كمان. ده يعني التمرين مدته قد ايه؟ ساعتين. ما شاء الله. فتقريبا بنبدا من 8 الصبح مثلا بنزل من البيت او من 7 عشان اروح من التمرين، وبعد كده ممكن اخد ريست ساعه او ساعتين ما بين التمرين ده والتمرين ده، وبعد كده اكمل تاني تمرين طول اليوم. لو مثلا ايام ما فيهاش بطولات وفيها ان احنا معسكرين في المنتخب عشان عندنا مثلا بعد 3 4 شهور بطوله بنتمرن تمرينتين بس في اليوم، فممكن احضر التمرين الصبح وبعد الظهر الحق اروح الجامعه وبعد كده بالليل اكمل تمرين، وده بيبقى الوقت الفاضي اللي احنا ما بنعملش فيه حاجه بيبقى عادي. بس ربنا معاك منظمه يومك كويس قوي. يعني على قد ما بنقدر بنحاول نظبط اليوم. عبد الله المنافسات في البطوله كانت صعبه؟ اكيد طبعا، هي زي ما قلت حضرتك هي بطوله برضه منافسه على مستوى العالم وكده، وكان في كان في مستويات كبيره. كم يعني شخص مشارك في هذه البطوله؟ كم لاعب؟ في البطوله كلها ما عنديش معلومه الصراحه، بس طيب. مثلا انا ميزاني كان مثلا مشارك فيه 96 لاعب. 96 لاعب على مستوى العالم. في بينهم طبعا في لعيبه كتير مصنفه، يعني في لعيبه كانت مصنفه في التصنيف العالمي، يعني في مثلا بطل فرنسا وبطل المغرب بطل السعوديه، كل دول كانوا ناس موجودين ومستويات طبعا كلها تقيله يعني سواء في ميزاني او في الموازين الثانيه يعني. ربنا معاك يا ابطال. ربنا يخليك. يعني انتوا شرفتونا، شرفتوا مصر كلها وشرفتونا النهارده بصباح الخير يا مصر. طبعا اسماء مجدي لاعبه منتخب مصر للكاراتيه والحاصله على الميداليه الذهبيه في منافسات الكاتا سيدات بالدوري العالمي للكاراتيه،
وكمان عبد الله هشام اللي حصل على الميداليه الذهبيه في بطوله الدوري العالمي للكاراتيه رجال. يعني شرفتونا والف مبروك، ودايما يا رب من نجاح لنجاح وتحققوا كل نفسكم فيه ان كان في الكاراتيه او في حياتكم عامه. الله يخليك، ميرسي جدا، شكرا.